قد دعاك ومقلاك وودعاك، قد تلو زدنا روعة يا قريما أروعك يا قريما أروعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو باسم السبعي يحييكم أيها المشاهدون والمشاهدات على شاشتكم قناة الرسالة، يرحب بكم أجمل ترحيب ويحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي صحح تلاوتك. أسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة بين الفينة والأخرى، كما أسعد كثيرا بتواصلكم على حسابات قناة الرسالة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي كافة، كما يسرنا ويسعدنا تواصلكم المباشر على هاشتاج البرنامج صحح تلاوتك، وذلك في وسيلة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا. تحت كل سماء وفوق كل أرض أرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. في هذه الحلقة أقف وإياكم مع الجزء الثاني من أجزاء سورة الأحقاف، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات هي الآيات التي سأقف وإياكم عندها في هذه الحلقة، نتأمل ما فيها من التوجيهات الربانية الكريمة ونتدارس ما فيها من الأحكام التجويدية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. مرة أخرى أرحب بكم وأرحب باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر بين الحين والآخر على الشاشة، وأبدأ باستقبال أول الاتصالات في هذه الحلقة من المتصلة خديجة من خميس البحر. يا هلا وسهلا، أرحبي يا خديجة. خديجة، أوه خديجة، راحت خديجة، راحت للبحر شكلها. طيب معلش، ناخذ مين؟ أم عبد الله من الخفجي، ويا هلا وسهلا بأم عبد الله ومرحبا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وغلا. هلا يا شيخ. يا مرحبا. الله يعافيك، الله يسلمك. سمي؟ قربونا الشاشة الله يعافيك. أبشري أبشري ولا يهمك، عطوها الشاشة يا شباب، عطوها الشاشة أم عبد الله تستاهل، يلا. عطوها الشاشة شباب. تفضلي يا أم عبد الله، الله يحييك. بسم الله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم عبد الله، ما شاء الله ما شاء الله على هالقراءة المميزة، شكرا لك. المتصلة فاطمة من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا فاطمة، حياك الله، تفضلي. الله يحييك يا شيخ. هلا هلا وسهلا، تفضلي استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله، تبارك الله على هذه القراءة الجميلة الرائعة المتقنة المجودة الموفقة المسددة. شكرا لك يا فاطمة، شكرا لك وشكرا لمشاركتك واتصالك، يعطيك العافية. مضاوي من الرياض، ويا هلا وسهلا بمضاوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا مضاوي، الله حيها. الله يبارك فيك. تفضلي. الله يحييك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كأنهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حرام حرام عليك يا مضاوي، كأنهم أعداء؟ خليت الناس كلهم أعداء؟ كأنهم أيضا. من وين جبتي كأنهم؟ وكانوا. ياك يا سلام. وكانوا. خليت الناس كلهم أعداء ما شاء الله عليك. صحيح. يلا الله يعين، تفضل يلا. وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس، أعيديها. وإذا حشر وإذا وإذا حشر الناس كأنهم كانوا وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كانوا لهم أعداء. لا عيدي 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 من أول. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه. هو أعلم بما تفيضون فيه. أكبر شهيد بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن أتبع إلا ما أوحي إلي وما إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية مضاوي، شكرا جزيلا لك. إلى الساحل الشرقي في المملكة العربية السعودية، إلى الخبر والمتصلة أم خالد، يا هلا وسهلا. الله يسلمك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بأم خالد. الله يحفظك إن شاء الله. حياك الله، تفضل الله يحييك. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيسر الناس يديهم الكافرين سيزد عليهم يدنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا لذبل ما جاءهم لذبل مبين هذا يقولون افترى ولن تريتموا على أتمكم نفسي زواي شيئا غالبوا بيثير وفيه ويبك يبيدا بين وبينكم غفور رحيم أنتم من الرسل وما يدري من يعد ولا بكم
أنا أتبع ولا ما يوعى لي ربنا أنا من لا غير المبين نعيتم كان من بلاي وكبرتم إيه شاهد وشيد شاهد من بني إسرائيل على سي ما بس كبرتم إن الله لا يعذبهم بالظالمين. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا أم خالد، الله يكتب لك أجرك يا رب يا كريم وينفعك يا رب. شكرا جزيلا لك يا أم خالد. إلى جدة والمتصلة أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا، حياك الله يا أم عبد الله، يا مرحبا، تفضلي الله يحفظك. تفضلي حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباداتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنتي وبارك الله فيك، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك يا أم عبد الله، شكرا لك. مرة أخرى إلى الرياض والمتصلة دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا دعاء، يا هلا وسهلا، الله يحييك. الله يحييك. يا مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. مرحبا يا دعاء، استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. يا دعاء دعاء نعم. السين ليس من حروف القلقلة فلا تقولين إسرائيل، لا خطأ، إسرائيل خطأ، إسرائيل
إسرائيل، السين ساكنة وليست مقلقلة، لا تقلقل. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله يا دعاء، تلاوتك جميلة، تلاوتك جميلة جدا، يعطيك الصحة، شكرا. مين؟ أخوي. إيش اسمه أخوك؟ صالح. صالح، يا هلا وسهلا بك يا صالح، يا مرحبا. هلا يا شيخ. أهلا أهلا وسهلا، حياك الله يا صالح، كيف حالك؟ الحمد لله على خير. يا مرحب، حياك الله ويا هلا وسهلا، واستعين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي وما بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك ولا ينقصك يا رب يا كريم، ويجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ما شاء الله على هذه القراءة الجميلة الموفقة المتقنة المسددة. الله يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أنت وأختك دعاء وجميع المسلمين والمسلمات يا حي يا قيوم. طيب، مين معنا؟ سعاد من جدة، ويا هلا وسهلا بأهل جدة. بالمهل، يعطيك العافية. السلام عليكم الله. ورحمة عليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، تفضل يا سعاد، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا واضح. عطوها الشاشة يا شباب، معليش معليش، تعطونها الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت وبارك الله فيك يا سعاد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، لا نزال نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم وتلاواتكم على هواتف البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة بين الحين والآخر، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. إلى خميس البحر والمتصلة خديجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا خديجة. عفاك الله. وين رحتي؟ اتصلتي علينا قبل شوي واختفيتي. انقطع بي الاتصال. حجة على الاتصال ده. يلا تفضلي. كيفك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله، وانت كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحييك، تفضل. طلعوا لي شاشة شوي. يلا كذا واضح ولا نكبرها لك أكثر؟ يعني لا عدا بتكبر ما في مشكلة. طيب يلا عطوها يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتي يعني أصدق أنت لفظيهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكوا لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه وكفى به كفى به شهيد بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرت به وشهد من بني إسرائيل وعلى مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنتي ما شاء الله، تبارك الله عليك يا خديجة، تلاوتك جميلة ممتازة ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. من خميس البحر إلى عاصمة العالم، إلى الرياض والمتصلة حلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بحلا. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يسلمك، كنت كيف حالك؟ أيضا لله الحمد. الحمد لله، حياك الله يا حلا، كم عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. يلا يا حلا استعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون تراه قل
إن أفتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحي إلى ولي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ثم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنتي بارك الله فيك، شكرا لك يا حلا، شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. مين معنا؟ أمة الله من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا هلا، تفضل، الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم هو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت بارك الله فيك، الله يعطيك العافية، شكرا لك يا أمة الله على تلاوتك الموفقة، شكرا جزيلا لك. إلى الرياض مرة أخرى، والمتصلة حنين، يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا حنين. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يحييك، وانت كيف حالك؟ طيب لله الحمد. الحمد لله، حياك الله يا حنين، واستعيني بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما
هو أعلم. هو أعلم بما تف هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله من عند الله من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت بارك الله فيك يا حنين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على تلاوتك، الله يحفظك. نأخذ المتصلة زكية من مكة المكرمة شرفها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا زكية، هلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حشرت ناس كانوا لهم أعداء وكانوا بآياتهم كافرين. وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افترى أو قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل في أو في ولا أدري يفعل به ولا بكم ولا أدري ما يفعل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهيد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحسنت بارك الله فيك، شكرا لك يا زكية. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، بهذا الاتصال من المتصلة زكية أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي صحح تلاوتك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. ختاما يقول قلم الأديب: بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية من بني حنيفة، فولدت له ولدا سماه محمدا، فهو محمد ابن علي، غير أن الناس أرادوا التفريق بينه وبين ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسموه محمد ابن الحنفية
سموه محمد ابن الحنفية، واشتهر بهذا الاسم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولم يكن يكبره أخواه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما بأكثر من 10 أعوام تقريبا. ونشأ محمد بن الحنفية نشأة أبيه فروسية وبطولة وشدة وشكيمة، فكان أبوه يقحمه في الشدائد وفي المعارك، فقال له بعضهم يوما ما: لما يقحمك أبوك في مواطن لا يقحم فيها أخويك الحسن والحسين؟ فكان جوابه عجبا من الفصاحة الهاشمية، قال: لأن أخوي هما عينا أبي وأنا يده، فهو يقي عينيه بيديه. فتأمل كيف تجاوز حظ نفسه، وكيف فضل أخويه، وكيف التمس العذر لأبيه، وكيف لم يسقط في فخ النميمة. وتأمل تلك العبارة التي قالها وأوجزها. وقع بينه مرة وبين أخيه الحسن خلاف من الخلافات، فكتب إليه كتابا يقول فيه: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضلك علي، فأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك لأمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوة خلقه، أما أنا فجدي لأمي هو جعفر بن قيس، فإذا جاءك كتابي هذا فتعال إلي وصالحني حتى يكون لك الفضل علي في كل شيء. فلما بلغ كتابه أخاه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بادر إلى بيته وصالحه. سبحان الله، سبحان الله، ذرية بعضها من بعض، وعجب في التربية، فقد كان فطنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى درجة أن جعل الفضل كله لأخيه، ولم يبادر هو إلى مصالحة أخيه حتى لا يكون له الفضل عليه، وأعطاه فرصة لذلك، ونبهه على فضل السبق. وأدبه هذا ليس مجرد أدب الأخ مع أخيه الأكبر، بل كان أدبا مع ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن إخوته وعن كل آل البيت الأطهار. ما تعاقب الليل والنهار وعلى الصحابة الأبرار. إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. هذا هو باسم السبعي، يتمنى لكم مساء عاطرا بذكر الله سبحانه وشكره وحسن عبادته. حتى ذلك الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق لا قد الوزير ربك قد دعاك ومقلاك وودعاك، قد الوزيدنا روعة يا قارئي ما أروعك، يا قارئي ما أروعك. نورك جملك والشوق كله